يعطيكم العافية. أنا زيد بني خالد من أصحاب محل المنجد البضائع الخارجية. نحن أصحاب محلات المنجد البضائع الخارجية نتميز بجودة منتجاتنا في المنطقة وخصوصا في البادية الشمالية الغربية. وأهلا وسهلا من الجميع وكل عام وأنتم بخير بحلول العيد الكريم. ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد منجد بني خالد. بداية السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. في البداية أستاذ منجد، طبعا حضرتك صاحب محل المنجد للبضائع الخليجية وبالتحديد للمفرع، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا منجد مفلح مطر الشديد بني خالد، سكان قرية الحمراء قضاء حوشة البادية الغربية الشمالية. نعم بالتوفيق. تعرفنا أكثر عن بداياتك، أنت كيف إجتك فكرة إنشاء هذا المشروع وكيف اتجهت للبضائع الخليجية بشكل عام؟ بداية أنا بفضل الله متقاعد من القوات المسلحة الأردنية. نعم. وبس تقاعدت نزلت على سوق العمل وفتحت هذا المحل، وهذا طبيعته، يعني طبيعة بدو عندنا هنا، البدو يحبوا الشغلات هاي، وهذا أصل تراثنا وموروثنا. نعم. السخانات، القهوة، العطور، الحمد لله. نعم. شو هي أهم الخدمات والأصناف اللي أنت عم بتقدمها بالمنجد؟ بشكل منوعة، في عندنا اللي هي جلسات البر، في عندنا العطور، في عندنا البخور، في عندنا الخيم هاي كمان يأخذوها، في عندنا الأحذية، في عندنا اللي يجن سخانات هيك أمور يعني. نعم. بس شو أكثر إشي عم بميزك عن المحلات الثانية؟ اللي ميزنا إن بضاعتي الحمد لله 100% بضائع خليجية، وبنفس الوقت تلامس جميع الفئات من الصغير الكبير، وهذا اللي ميزنا الحمد لله بفضل الله. نعم. المصداقية بالدرجة الأولى. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية؟ أنت شو حابب تعمل لقدام؟ أنا حاب إن شاء الله هاي بداية خطوة، وحاب أني أتوسع بالمجال هذا ويكون أشمل وأعم إن شاء الله. نعم. بس تحكي لي شوي عن أهم المشاكل أصلاً اللي أنت عم بتواجهها بمجالك. الوضع الاقتصادي شوي، يعني هذا موجود عند الناس، بس أنه هذا السبب، ولا الأمور تمام الحمد لله. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله الثاني، ماذا ستقول له؟ يا سيدنا هو القائد الأول للقوات المسلحة، وأنا تشرفت وقدمت وكنت في ظل الراية الهاشمية الخفاقة اللي مدرسة تعلمنا فيها كل إشي، وأنا أتمنى ألقاه وأبوسه على رأسه. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لها المرحلة اللي أنت فيها حاليا، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ الصراحة الاثنين، أنا والدي توفى بال93 وكنا صغار، رحمة الله، وكانت المربية والأم والأب اللي هي أمي والدتي وأخوي الكبير أبو زيد الله يطول عمره، هم اللي لهم الدور الأكبر بحياتي. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين مكانكم وكيف الناس بيقدروا يطلبوا من عندكم أو يتواصلوا معكم؟ مكاننا مثل ما حكيتك بالبداية، احنا قرية اسمها الحمراء بني خالد، معروفة في شمال المملكة محافظة المفرق، وفي عندنا عن طريق الفيسبوك والواتس ولنا صفحة اللي هي صفحة المنجد للبضائع الخليجية، والحمد لله يعني الآن طورت التكنولوجيا وصار الكل يعني التواصل الاجتماعي يزورنا ويجينا، والحمد لله أمورنا طيبة. شكرا لك. الله يبارك فيك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين، نود أن أشكر السيد منجد بني خالد على حسن استضافته لنا، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا لك. الله يبارك فيك. كل التوفيق.